احنا حاجة انا كنت صدمتني في حياتي صدمة كبيرة جدا وغيرت من افكاري، ان ممكن اقول لك انت اللي بتسمعني ده، ممكن اقول لك انه اكبر او اعتى اعدائك في الدنيا مين؟ تتخيل مين اسوأ عدو ليك في الدنيا؟ تخيل انه اكبر عدو ليك في الدنيا واكتر واحد بيحاربك واكتر واحد ممكن يأذيك واكتر واحد مش الشيطان ومش اعدائك اللي انت اللي بيأذوك واللي بيغلوا منك واللي بيحقدوا عليك. تخيل انه اكبر اعدائك مش كل دول. تخيل انه اكبر عدو ليك في الدنيا واكتر واحد بيأذيك ومسيطر او ممكن يسيطر عليك بالإزاء هو واحد بس، هو انت. هل تتخيل انه انت اكبر عدو لنفسك؟ هل تتخيل انه مع كل الاعداء اللي ممكن تشوفهم في الدنيا والناس اللي ممكن تحسدك وتغل وما تحبلكش الخير وتبقى مش طايقاك او مش او كرهالك انك تشوفك في حال كويس او بيحسدوك على اقل حاجه او ان هم عداوتهم اقل بكتير قوي من عداوه نفسك؟ هل تتخيل ان دول تأثيرهم عليك؟ هقول لك حتى الشيطان، هل تتخيل ان هو ربنا ما خلاش ليه سلطة عليك زي ما نفسك ليها سلطة او ليها صلاحيات عليك؟ انا فوجئت انه نفسي هي اكتر حاجة اذتني في حياتي. نفسي هي اكتر حاجة عرفت تغير فيا حاجات ما كنتش واخد بالي منها. لقيت انه حتى الشيطان سيطرته عليا ما كانتش قد سيطرة نفسي عليا، وده خلاني بقيت بقول لا، ده انا لازم افوق لها، لازم افوق لها واخد بالي انا هو الموضوع، وانا لازم اتعامل مع نفسي معاملة جديدة، انتبه لمعاملتي مع نفسي، اخد بالي انا الموضوع ماشي ازاي. كل او معظم الاضطرابات والامراض النفسية بسببها النفس. I'm FM.